فترة الكل هي بالنسبة لي نحن هي كلها مهمة، سواء الفترات الأخرى ولا هذه الفترة الأخيرة. ممكن هذه الفترة الأخيرة نحاولوا باش نكونوا جاهزين، نحاولوا باش نكونوا حاضرين. نحس انهم اللاعبين مازالوا ماهمش بدنيا جاهزين 100%، لانه شفتوا انتم انه جاونا في معناها فورمه متفاوته بين اللاعبين. فيهم اللي كمل الشامبيونات نتاعو عنده شهرين تو، اكثر من شهرين. فيهم اللي كمل عنده جمعتين، فيهم اللي لعب 40 مباراه في الموسم، فيهم لعب 15 مباراه فقط. يعني احنا كان شغلنا الشاغل هو الميزا نيفو سوغ لو بلان اتليتيك، معناها نحاولوا باش اللاعبين الكل نوصلوهم يوم 18 ويكونوا متساويين من الناحيه البدنيه ومن الجاهزيه البدنيه. بالنسبه لي انا الاختيار كان صعيب، لانهم اللاعبين الكل اظهروا استعدادات كبيره واظهروا روح كبيره معناها في التربص الاخير اللي قمنا فيه، سواء في البورت في تونس اللي بدا في تونس وبعدين في البرتغال وبعدين في سويسرا. ان شاء الله نكون معناها توفقت، خاطر الكمال لله في نسبة مئوية كبيرة في اختيار 23 باش يكونوا موجودين. توا معناها مسؤولية كبيرة على عاتقنا، مسؤولية كبيرة على عاتق اللاعبين. نحسوا انه في البريسيون بدات تطلع شوية نوعا ما. نحاولوا باش ان شاء الله باذن الله ان نفرحوا الجماهير التونسية اللي عايشة في نشوة عندها سنة تقريبا. كنت نشوف باش تباه في اسبانيا ولا نجم نعمل بلاي ستيشن عملناها في كيما البرتغال شدوا معاهم الكوره ونسيطوا عليهم. نحاولوا المنتخب التونسي معناها ما نجمش يخرج على طبيعته، هذيك طبيعته الحالية في السنة الأخيرة هو السيطرة هو الاستحواذ على الكرة. خاطر إذا كان المنتخب التونسي باش يحاول معناها يلعب كرة أخرى اللي ما تليقش به واللي ما تمشيش مع طبيعة متاعه وتمتمشيش مع إمكانيات، ممكن يأكلها خلينا نقوله بلغة الكرة، وممكن يخسر مباراة وبنتيجة ممكن تكون ثقيلة. لكن المنتخب التونسي حتى ضد أفضل منتخب حاليا اللي نعتبره حاليا أنا هو المنتخب الإسباني تقريبا أكثر من 20 مباراة بدون هزيمة. نحاول نفرض سيطرتنا، نحاول نفرض كورتنا اللي معناها قاعدين نلعبوا فيها منذ سنة تقريبا. من ديزون كوني دون لي دي ديرني مات دو نوتر بريباراسيون فيان دو تيرميني لا بريباراسيون بور ايتابلير لا ديرنيير ليست دي 23. سا سي تري بيان باسي سورتو كون ا با يو دو بلاسي سي ديرني تون. دونك جو بونس كو لا سا سا رونتر دون لو فيف دو سوجي. سا نو ريست nation actuellement à savoir la Ligue nationale d'Espagne. Je pense qu'on va essayer de jouer notre jeu champ complexe et essayer de démontrer ce que nous savons faire, ce que nous avons fait ces derniers matchs.